الرئيس السيسي وجه بإتاحة الاستخدام المجتمعي لاستاد القاهرة ومنشآته الرياضية بعد تحديثها. الصحة تعلن تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة. والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي توقف العمل بالمشروعات القومية في الصعيد بسبب كورونا. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الشباب والرياضة بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق. المزيد في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض آخر مستجدات تنفيذ خطة ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها مع تطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها كهيئة اقتصادية ومجتمعية. كما وجه السيد الرئيس بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب. وقد استعرض السيد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء استاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة 40,000 متفرج، بالإضافة إلى عدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية. كما تم في ذات السياق استعراض دراسة تطوير منطقة استاد بورسعيد الحالي وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت بتلك المنطقة. كما عرض السيد الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية، فضلا عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية. كما عرض آخر تطورات المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا والمشروع القومي للناشئين، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتحقيق التطوير التشريعي للرياضة المصرية، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لعدد من البطولات الرياضية العالمية خلال الفترة المقبلة، بما فيها بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال وما يتضمنه ذلك من بنية تحتية ومنشآت لتنظيم هذا الحدث العالمي. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة حتى أمس. وأضافت الوزارة في بيانها أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم 1887 متعافيا. كما تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ووفاة 13 حالة جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين بجميع مواقع المشروعات المختلفة.